بيبدأ فيلمنا في مشرحة وبنشوف الدكتور واقف مع المساعد بتاعه وبيقوله انه مبسوط منه الفترة الاخيرة لانه بقى مهتم جدا بشغله، وبيطلب من الدكتور انه يروح يرمي مادة اسمها الفورمالين السامة في النهر لان صلاحيتها انتهت وما بقاش ليها لازمة، بس المساعد بيقول للدكتور انه لو عمل كده هيبقى بيخالف اوامر السلطان، فالدكتور بيقوله اسمع الكلام واعمل اللي بقولك عليه من غير نقاش، وفعلا راح المساعد يرمي المادة دي في الحوض. وبنشوف بعد كده واحد صاحب شركة خسر كل فلوسه وبيقرر انه يروح يرمي نفسه في النهر، واصحابه بيحاولوا يوقفوه بس قبل ما ينط الراجل بيشوف حاجة غريبة في النهر وبيقول لاصحابه انتوا شفتوا اللي انا شفته، فاصحابه بيقولوا له لا ما شفناش حاجة، فقال لهم الراجل طب سلام وراح نطط في النهر. بنروح بعد كده البطل فيلمنا اللي بيكون اسمه جين، وبنعرف انه شخص كسول جدا وبيحب النوم قوي ومش بيهتم بالسوبر ماركت بتاع ابوه، وابوه هيونج بيبقى متضايق منه بسبب نومه في المحل ومش بيهتم بالناس اللي بتيجي تشتري منه الحاجات، وبيكون لجان بنت اسمها هيون اللي بتكون متضايقه من تصرفات ابوها الغريبه، ولما بتيجي هيون من المدرسه وجان بيقول لها انه اتصل بيها كذا مره بس هي ما ردتش، فهيون بتقول له ان التليفون ما فيهوش شبكه، وبيخشوا الاثنين بعد كده يتفرجوا على اخت جان اللي بتكون في بطوله رمايه وبتاخد المركز الاول فيها، وبيروح جان بعد كده يوصل طلبات للناس اللي قاعده على النهر، وهناك بيكون الناس بيتفرجوا على حاجات غريبه متعلقه على النهر، وفجاه بيقع الوحش الغريب ده وبيفكروا الناس ان دي سمكه عاديه فبيقعدوا يرموا له اكل، بس فجأة بيطلع الوحش ليهم وبيجروا وراهم وكل الناس بتجري منه وهم مرعوبين، وبيخش الوحش على المدينة وبيجري ورا الناس وبيضربهم، وبتروح الناس تستخبى جوا العربية وبيخش وراهم الوحش، وبتروح واحدة تطلب من جان انه ينقذ ابنها اللي بيبقى محبوس جوا، فبيروح جان وواحد اسمه دونالد يفتحوا الباب ويخرجوا الناس، ويروح دونالد وجان يضربوا الوحش بس مش بتأثر في اي حاجة، وراح الوحش ماسك دونالد وبيجري جان بسرعة عشان الوحش ما يمسكوش هو كمان، وبتكون هيونا بتتفرج على عمتها اللي كانت بتلعب الجولة الأخيرة في المسابقة اللي هي فيها بس خسرت، وبتزعل هيونا على خسارة عمتها وبتخرج برا البيت وهي متضايقة في الوقت ده، بيجي جان ويمسكها من ايديها وبيجري بيها بسرعة من الوحش، بس وهو بيجري بيروح واقع على الأرض، ولما يقوم يجري مرة تانية مش بياخد باله ان اللي ماسكها في ايده دي مش بنته، ولما بيبص ورا بيلاقي هيونا وقعت على الأرض وبيجي الوحش يمسكها وراح ناطط في البحر، وبيروح جان وراه عشان ينقذ بنته بس بيكون الوحش حطها في بقه، وبيفتكر جان ان بنته هيونا ماتت، وبتيجي قوات الجيش عشان يخلوا المنطقة اللي فيها الوحش من السكان وبيودوهم مكان تاني. في الوقت ده بيجي عمت هيونا وبتكون زعلان على موت هيونا وبتدي ليها الميدالية اللي هي خدتها من البطولة، وبعد شوية بيجي عمها هو كمان اللي بيكون متأثر جدا وبيقعد يضرب جان لانه مقدرش ينقذ هيونا من الوحش، وبيجوا الصحفيين يصوروهم عشان ينزلوا الصور دي على الموقع، وبيجي بعد كده واحد لابس بدلة وقاية وبيقول لكل الموجودين انهم يجهزوا نفسهم عشان يمشوا من المكان اللي هم فيه، لان في اخبار بتقول ان في فيروس منتشر وان اي حد لمس الوحش بيتصاب بالفيروس ده، فبيقوم اخو جان وبيقول للراجل انا مش فاهم حاجه اشرح اكتر من كده عشان العمليه مش مستحمله، وبيقوم جان يقول للراجل انا ما لمستش الوحش بس في نقطه دم منه كانت على وشي، فبيروح بسرعه الراجل يامر مساعدينه انهم يمسكوا جان ويحطوه جوه شنطه غريبه، وبيركبوا في عربيه الاسعاف، وفي اخبار بتقول ان الجندي دونالدو اللي دراعه اتقطع من الوحش اتصاب بمرض جلدي من الوحش، وان محدش من الدكاتره عارفين يعالجوه ازاي لحد دلوقتي، وفي المستشفى بيسالوا اهل جان امتى هيمشوا من المكان، فالدكتور بيقول لهم محدش هيمشي من المستشفى دلوقتي خالص، وبيقول لجان انه يعمل حسابه هيعمل اشعه بكره الصبح عشان يعرفوا اتصاب بالمرض الجلدي ولا لا، وبيقول للدكتور جان انه ما ياكلش اي حاجه قبل ما يعمل الاشعه دي، بس جان مش بيسمع الكلام وراح واكل، بس وهو بياكل بيجيله تليفون من بنته اللي بتقول له انها لسه عايشه وبتقول له انها جوه مكان شبه الصرف الصحي كده وراحت الشبكه قافله، وبيقول جان لعيلته ان هيونا لسه عايشه وانه عايز يخرج من المستشفى في اقرب وقت عشان يروح ينقذها، وبنروح بعد كده للوحش اللي بيمسك واحد وياكله وبيروح يحطه في المكان اللي مخبي فيه الناس اللي موتهم، وبنشوف هيونا اللي بتبقى مستخبيه جوه مكان غريب، ولما بيمشي الوحش بتخرج للراجل بتاخد منه التليفون بتاعه عشان تتصل بابوها، بس التليفون بيكون بايظ ومش بتعرف تعمل اي حاجه في الوقت ده، كان جان بيطلب من الضابط انه يخرجه من المستشفى بسرعه عشان ينقذ بنته بس مش بيرضى، وبيقول له انت اكيد كنت بتحلم، وبيروح هيونج ابو جان يدي للضابط فلوس عشان يخرجه بس الضابط مش بيرضى، وبيروح يقول للدكتور انه يخلي باله من جان لا يهرب منه، ومش بيكون قدام جان اي حل يخرج بيه من المستشفى، وبيحاول وهو وعيلته يلاقوا حل عشان يلاقوا هيونا في اسرع وقت، وبيقرروا العيله انهم يهربوا من المستشفى وراحوا يجروا من اللي موجودين في المستشفى، وبيوصلوا للجراج اللي بتكون فيه عربيه مستنياهم عشان يهربوا من المكان، وبيركبوا كلهم العربيه ما عدا نامجو اللي مش بتلحق تركب معاهم، راح نزل اخوها عشان يجيبها تركب معاهم، وبتجري العربيه من الضابط اللي بيجري وراه
وراهم، وبيروح هويونج للناس اللي كان متفق معاهم عشان يديهم الفلوس اللي هم عايزينها، بس هويونج في الوقت ده ما كانتش معاها فلوس، فراح مديهم الفيزا بتاعته عشان ياخدوا منها اللي هم عايزينه، وراح مشي هو وعيلته في العربيه. وبيقول لهم هويونج انه صرف فلوس كتير قوي عشان ينقذهم من اللي هم كانوا فيه، وفي قناه اخبار بتشوف صورهم عشان لو حد شافهم يبلغ البوليس عليهم، وبتعدي العيله بعد كده على كمين. وبيروح هويونج يدي للضابط فلوس عشان يخليهم يعدوا، وبيروحوا بعد كده لمكان الصرف الصحي اللي ممكن تكون هويونج هناك، وبيقعدوا يدوروا عليها في كل مكان. وجيم بيقعد ينادي على هيونا على امل انها تسمعه وتجيله، بس مش بيلاقوها برضو. وفجاه بيسمعوا صوت غريب جاي من بعيد، فراحوا مطلعين اسلحه بس مفيش حاجه بتحصل. وبنشوف اتنين كانوا مستخبيين في المكان اللي موجودين فيه عيله جين، وراحوا مشيوا من المكان بسرعه، وبيجروا اتنين وبيروحوا للسوبر ماركت بتاع هيونا وبياخدوا منه الاكل اللي هم عايزينه. ولما بيخرجوا ويمشوا بيلاقوا الوحش بيجري وراهم، ولما بيحاولوا انهم يجروا منه بيمسكهم الوحش وبيروح يحطهم في المكان بتاعه، وبتعمل هيونا نفسها ميتة عشان الوحش ما يشوفهاش. ولما بتقوم بتلاقي واحد من الاتنين دول بيتحرك فبتحاول تنقذه. وبنرجع مره تانية لهيونج اللي لما بيخش السوبر ماركت بيلاقي الباب بتاعه مفتوح، بس مش بيكون في باله اي حاجه، وبيقعد هو واولاده عشان ياكلوا. وبيقول هويونج لنامجو ابنه التاني انهم لازم يساعدوا جين في انه يلاقي بنته هيونا، حتى لو هيخسروا حياتهم لازم يقفوا جنبه ويساعدوه حتى لو كان كسول. وبالليل بيلاحظ هويونج ان الوحش موجود في المكان اللي هم موجودين فيه، فراح جايب البندقيه بتاعته وبيضرب الوحش بالنار، بس مش بتيجي فيه اي حاجه. وراح الوحش قلب السوبر ماركت اللي كانوا قاعدين فيه، ولما بيقدر هويونج انه يضربه بالنار، ولما بيخرج بيلاقي الوحش مرمي على الارض. ولما بيروح جين يضرب الوحش راح الوحش جاري منهم بسرعه، وبيقعدوا يجروا وراه عشان يضربوه، بس مش بيعرفوا، وبينزل الوحش في الميه. وبيقرر هيونج انه يروح يضرب الوحش، وبياخد البندقيه بتاعت جين عشان دي الوحيده اللي فيها اخر طلقات. ولما بيروح هيونج عشان يضربه بيصد الوحش الضربه وراح مموته. ولما بيروح جين عشان ينقذ ابوه بيلاقي مات. ولما بيقرر انه يهرب قبل ما البوليس يجي مش بيعرف بسبب حزنه الكبير على موت ابوه. وبيروح جين بعد كده لواحد صاحبه شغال في شركه اتصالات عشان يعرف ليه مكان التليفون اللي اتكلمت منه هيونا، وبياخدوا صاحبه للشركه. وفعلا بيعرف جين مكان هيونا فين، بس فجاه بيطلعوا ناس يجروا وراه بعد ما صاحبه هو اللي بيكون قايل لهم على مكانه عشان ياخد فلوس. وبيجري منهم جين بسرعه عشان يروح لمكان هيونا، بس بيتعور جين وراح بعت رساله لاخته نامجو فيها مكان هيونا. وفي المستشفى بتبعت نامجو رساله لجين فيها عنوان المكان اللي فيها هيونا. ولما بيعرف جين بيحاول انه يهرب من المستشفى بس مش بيعرف، والدكاتره بيمسكوه وبيديله مخدر، وبيجي دكتور يعمل عليه تجربه عشان يعرف عنده الفيروس ولا لا. في الوقت ده كانت نامجو راحت للجسر اللي هو فيه هيونا، بس وهي جايه فجاه راحت لقت الوحش قدامها، فراحت ضربه بالسهم بس هرب منها الوحش للمكان بتاعه. وبنروح للمستشفى وبنشوف جين بيمسك ممرضه وبيهددها، وبيهدد كل اللي موجودين انه لو ما خرجش من المستشفى هيقتلها، فبيضطروا الدكاتره انهم يخلوه يمشي. وبنشوف هيونا اللي بتعمل هي والواد اللي معاها حبل عشان يهربوا من المكان، بس الحبل بيكون قصير. وبيجي الوحش وبيجروا هما الاثنين عشان الوحش ما يشوفهمش، بس الوحش راح شاف هيونا وراح للمكان اللي هي مستخبيه فيه عشان يمسكها بس ما عرفش. وبنشوف هيونا بتقرر انها تطلع على الحبل لما بتلاقي الوحش مش بيتحرك، بس لما بتروح تطلع عليه بيمسكها الوحش وبيكون عامل لها فخ عشان ما تهربش منه. في الوقت ده المدينه كانوا الناس بيعملوا مظاهرات ضد الحكومه لانها مش عارفه تقتل الوحش لحد دلوقتي. وبنروح لجيان اللي بيوصل لمكان هيونا بس مش بيلاقيها هناك، ولما الوحش بيظهر بيطلع جيان يجري وراه، بس هو بيجري بيلاقي اخته نامجو اللي بتحاول تضرب الوحش بس مش بتعرف. والناس في المدينه لما بيلاقي الوحش في النهر بيجروا كلهم بسرعه، وبيروحوا العساكر عشان يضربوا الوحش بس مش بيعرفوا. في الوقت ده كان جيان بيجري ورا الوحش عشان يعرف مكان هيونا فين، وبتيجي طياره بعد كده بترمي مخدر على الوحش وبيقع على الارض. وبيروح جيان يطلع هيونا من بق الوحش بس بيلاقيها ماتت. وبتيجي نامجو وجين بيقعدوا يعيطوا على هيونا، وبيروح جين يضرب على الوحش ازايز مونوتوف عشان يولع فيه بس مش بيعرف، فبيطلع واحد من فوق الجسر وبيرمي على الوحش جاس، وراحت نامجو مولع في السهم بتاعها نار وراحت ضربه الوحش بيه وولعت فيه. ولما بيروح الوحش للبحر بيكون مستنيه جيان اللي ضربه بالعصايه وبيموته. وفي الاخر بيقرر جيان انه ياخد الواد اللي كان مع بنته عشان يربيه لانه بيفكره ببنته هيونا. وبيخلص فيلمنا على كده النهارده.